السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة. اليوم أكو ناس سألتني يقول لك البلدية مال سامسون منين أروح إلى بلدية الكاظم؟ بلدية الكاظم شوفوا هذا النفق هنا الجسر مال سوق السبت، هذا جسر سوق السبت وهذا هو النفق. هذا التقاطع يطلع منه على الميدان. أكو هذا الشارع اللي يسمونه شارع السواسيل، شارع السواسيل. السواسيل هاي البناية وهاي السيارات شوفوها، هاي السيارات هي تركب بها تروح للبلدية، بس تقول لها البلدية بلدية الكاظم، بلدية الكاظم يعني أو كاظم بلدية. سي هذه هاي السيارة توقف هنا وتروح، وهاي الدلالة يعني إذا تريد دلالة وهاي باع هنا من تصعد شوية، هاي ملاعب أطفال يعني مال أطفال، وهنا هذا السوسيال، دائرة السوسيال يسموها، هاي دائرة السوسيال، هاي البناية، هاي البناية دائرة السوسيال. فهي هاي بصفها، اكو ناس مثل دليل هاي النفق يعني تجي من النفق وتعبر ماشي يعني. وهذا الشارع نفسه يطلع على سوق السبت، الرشادية، منطقة الرشادية او سوق السبت، هذا نفس الشارع. واي استفسار انا حاضر، الرقم بالشاشة راح تشوفونه زائد الحساب التيك توك وبالوصف وبالتعليقات ارد عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.